السيدة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة كانت لها خرجة ميدانية لينا احنا للقطاع تاعنا، واستضفناها في مؤسسات اللي تابعة للقطاع باش تشوف يعني النظام البيئي للمعلوماتية في القطاع، وتشوف مدى جاهزية القطاع في الاندماج في الخطة اللي راهي رسمتها السيدة الوزيرة واللي راهي تعكف على تجسيدها في أرض الواقع. تشوف مدى جاهزية قطاعنا في تحقيق التعامل أو التبادل بيننا وبين القطاعات الأخرى، وين شافت مجموعة الخدمات اللي رانا نقدموها، مجموعة الأنظمة البيئية اللي تفوت 60 نظام معلوماتي، مجموعة الأنظمة البينية اللي تفوت 40 نظام بيني، فيها ما يفوق 20 نظام بيني بين داخلي وأكثر من 20 نظام أيضا بيني خارجي للقطاعات. اليوم السيدة الوزيرة شافت النظام البيئي لتجسيد المعلوماتية، وراح تكون عليها نظرة يعني واقعية ونظرة ميدانية باش تعرف يعني استعداد القطاع لتجسيد موضوع الرقمنة اللي هو راهو طموحنا وطموح كل السلطات العمومية، وأيضا هو احتياج للمواطن الجزائري اللي إن شاء الله احنا كلنا نعمله للتخفيف من محنة المواطن الجزائري الذي يستحق منا كل الجهد وكل البذل وكل العطاء. دونك اليوم قمت بخرجة ميدانية رفقت زميلي السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مستوى المديريات العامة لصناديق الضمان الاجتماعي، وين لكي نقف وقفت على يعني مدى تجسيد مشروع الرقمنة على مستوى هذا القطاع اللي هو مكلف بالحماية الاجتماعية، قطاع هام جدا. دونك كان تركيز خصوصا على وجود أنظمة المعلومات، على وجود قواعد البيانات، على مركزاتها، على مدى قابلية الحلول الموضوعة والقطاع على أنه يخرج يعني عن طريق التشغيل البيني، وقابلية القطاع كذلك على تبادل المعلومات مع القطاعات الأخرى.